أول يوتيوبر ياخد درع المليار مشاهدة. اليوتيوبر ده اسمه جاك وعنده دروع لكل حاجة حرفيا، لدرجة انه عنده درعين 100 مليون وهو عنده 4 مليون بس. ولما وصل مليار مشاهدة قرر يعمل درع، وكلم الشركة المصممة لدروع اليوتيوب ووصف ليهم الدرع اللي هو عاوز يعمله، والشركة ما كدبتش خبر وبعتوله الدرع، وهو درع مميز جدا لانه اول درع يكون بالشكل ده. وما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان ناخد درع 10 مليون مشاهدة.